من مقر الصليب الأحمر. كل المؤامرات الصهيونية ولنا رسالة أخيرة في هذا المقام. هذا أرض الرباط ومن أهل فلسطين. وصلاة وسلام. اليوم حين نتحدث عن الشهيد 208 ياسر حمدونة قد يرتقي إلى العلا شهداء آخرين، لأن هناك ما يسمى بالأسرى المرضى، الأسرى الذين يعيشون مرض السرطان أو مرض القلب والكلى وبعض الإعاقات الخطيرة والغضاريف والمفاصل وما شابه. هؤلاء الأسرى الذين يعيشون نتيجة سياسة الإهمال الطبي الموت البطيء قد يرتقي كل منهم شهيدا في كل لحظة، وبالتالي نحن نحذر من شهداء جدد بعد 208. أحمد اعتقل في 2/8/2008، محكوم 18 سنة، مضى منهم 8 سنين وشهرين. وبنطالب من الرئيس أبو مازن ومن الصليب الأحمر والأمم المتحدة ومن كل واحد عنده ضمير حي يقف في جانب الأسرة. الأسرة بتعاني، الأسرة بتعاني بتعاني، الأسرة بتعاني كثير كثير. إحنا بدنا أسرانا تروح. هيا دو ياسر حمدونة استشهد في السجن، واحنا لامتى نستنى اولادنا يستشهدوا في السجن؟ احنا بدنا الاسرى محررين، بدناش اياهم جسامين يطلعوا لنا. احنا قلوبنا بتجعنا على اولادنا، احنا بدنا الله يحررهم. بنطالب من كل واحد عنده ضمير حي يقف في قضيه الاسرى.